أداء جدا جدا كثير للعملية الانتخابية، والأمور تجري بسهولة ويسر، والتدابير الاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة الحية في منطقة الدكة والرقي، ويعني نتمنى إن شاء الله أن يتم هذا العرس الديمقراطي كله باختيار الغرفة الثانية. سنكتمل البناء البرلماني كله إن شاء الله، وهيكون في توافق وتكامل ما بين الغرفتين لصالح بإذن الله المواطنين ولصالح بلدنا، وإن شاء الله نحركها إلى ما تصل إليه وتستحق. إن شاء الله رسالة معاليك الشعب المصري بمشاركة المشكورة للانتخابات. لا طبعا احنا بندعو الناس كلها عشان ممارسة حقها الدستوري، وإن شاء الله إن شاء الله نطمع حتى إن كان هناك الإقبال ربما يكون يعني لسه مشد شوية، لكن نعمل إن شاء الله إن شاء الله. هو الناس عندها بس شوية فكرة ربما حكم الإعادة، ربما هو ده اللي بيتقل الرجل شوية، لكن يقينا كل الناس إن شاء الله ستشارك وينتهي الأمر بإذن الله باختيار الأصلح، ونناشدهم باختيار الأصلح بإذن الله عشان تكتمل الصورة إن شاء الله. شكرا.